السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناة أميرة للتنظيم والوصفات. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة على شكل كيك كيف ما تتشوفوا في الصورة. الشكل ديالها طاقت، كتجي رائعة البنات شكلا ومذاقا، واقتصادية بواحد الحجم اللي هو عائلي وسهلة في التحضير بواحد المكونات اللي هي بسيطة. يكفي أنه يكون عندك واحد جوج ديال التفاحات تقدري انك تبهري بها العائله ديالك وضيافك. الى عجبتكم البنات الوصفه ما تنسوش انكم تابوناو معايا في لاشين باش توصلوا بكل ما هو جديد من الوصفات، وما تنسوش انكم كذلك تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. يلا البنات فرجه ممتعه، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كيك غادي نحتاجو لهاد المكونات. اولا عندي 3 ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ، ثانيا عندنا جوج ديال التفاحات غادي نقطعهم على شكل شرائح، غنوريكم البنات كيفاش تقطعوهم. ثم عندنا خمارات، جوج خمارات من قيمة 7 غرام، عندي دانون فاني، عندي 3 الكيسان ديال الدقيق الممتاز. البنات الدقيق خصو يكون ديال الحلويات باش طلع لينا الكيكة هشيشة. وعندي كاس ديال الزيت، ثم كاس ديال السكر سنيدة، وما نساوش البنات واحد القبيصه ديال الملح. باش نحضروا هذه الكيكه البنات غادي نحتاجوا الخلاط الكهربائي، لانه غادي يساعدنا بزاف في دمج العناصر وباش الكيكه تجي لينا هشيشه بزاف. اولا غنحتاجوا البيضه الاولى، البيضه الثانيه، ثم البيضه الثالثه. تلاحظوا بانني كنشارك معكم التفاصيل كامله باش البنات اللي ما يعرفوش يصيبوا الكيك يقدروا انهم يتعلموا. نزيدوا كاس سنيده، كاس زيت، ثم قبيصه ديال الملح، ومن بعد نزيدوا دانون. دانون كنا البنات بنكهات الفانيلا. نخلطوا البنات هاد العناصر كامله حتى تمتزج مع بعضياتها، وهالخليط ديالنا ديال الكيك ها هو واجد. ملي كتندمج البنات العناصر ضفت عليهم 3 الكيسان ديال الدقيق اللي كنت وريتكم قبيله. الان غادي نضيفوا جوج خمارات وغنخلطوا البنات، نخلطوا العناصر كامل حتى تمتزج مع بعضياتها غير بالخلاط اليدوي كافي البنات. كيجي البنات واحد الكيك اللي هو رائع بزاف. كيف قلنا بالتفاح غادي نوريكم كيفاش غتقطعوا، كيجي هشيش بزاف وزوين رائع البنات، جربوه ردوا عليا الخبر. التفاحة على 4 حيدت ليها انا القشور وحاولت ما امكن انني نقطعها على هذا الشكل. هاي شرائح البنات بحال هكذا. الطاولة اللي كبيت فيها كيكة البنات درتها هكذا دايره. البنات حنا تنستفوا في التفاح بهذه الطريقة تندورو عليها كاملة، واللي بقى غادي نديرو البنات هنايا في الوسط. غادي يجي تقريبا الشكل ديالها بحال الوريضة البنات، وريضة بالتفاح، طرطة بالتفاح أو نسميوها كيكة بالتفاح. المهم في هادشي البنات هو أن المذاق ديالها تيجي رائع رائع بزاف. جربوا البنات وردوا عليا الخبر، غادي تعجبكم بزاف وغتبقاو دائما انكم ديروه. وحاولوا تشاركوها مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم. شوفوا البنات الطريقه، شي كيفاش كتجي. حنا تنستفو هكذا كنعاودو تاني نديرو الطبقه الثانيه بهذا الشكل البنات. هاد الشكل البنات حنا غاديين حتى نكملو كامل هاد التفاح البنات، التفاح اللي عندنا حتى نكملو كامل. بنفس الطريقة نتوما كيف ما تتشوفو هكذا
ما نخليوش كاع الفراغات تاع البنات هاد البلاصه. البنات كاين اللي تيبغي يخلي هاد البلاصه هكذا الوسط قويه، بغيتو تدير فيها مثلا تزوقوها ب لوس كلاسي، ولا تسوقوها بشي حاجه اخرى مثلا ديروا فيها الكونفيتور وديروا فيها، على حسب الاختيار نتوما تزين على حسب الاختيار. شوفوا البنات الشكل ديالها كيف جا. الان البنات غادي ندخلها للفران، تقريبا نديرها للفران ديال الغاز، بغيتو ديال الضوء على حسب الاختيار. هنخليها تقريبا شي 30 دقيقه هكذاك، ونقص البوطه مزيان نديرها الفوق والعافيه تكون تحت، نقص البوطه مزيان ونخليها تطيب على خاطرها، تجي فنه البنات ديالنا ديال التفاحه. هاي وجدات، يلا خرجتها من الفران دابا، شوفوا البنات كيفاش تجي زوينه البنات على شكل طاقت. شوفوا البنات كيفاش تجي، من الاحسن ما تبقاش تتحمر بزاف في الفران باش تيجي اللون ديالها زوين. وفي نفس الوقت راني وجدت الكريمه اللي قلت لكم، وغنحاول ما امكن انني نزين بها الطاقس. لتحضير الكريمه البنات غنحتاج واحد نصف كاس ديال الماء، جوج معالق ديال السكر سنيده، وصاشيه صغيره ديال الفلون ايديال بنكهه الفانيلا. غادي نبداو نحركوا البنات هاد العناصر كامله حتى يدوب لينا فلون باش ما يتكورش لينا، لان هاد المرحله البنات مهمه، حيت لا تكور لينا فلون يعني غادي تخسر لينا الكريمه، وبالتالي ما غنبقاوش محتاجينها. بعد الطريقه البنات حتى يدوب لينا داك فلون كامل، ديك الساشيه ديال فلون كامله. من بعد البنات نديروها على نار هاديه تقريبا شي دقيقه، تيطلب الوقت ماشي بزاف. وهاي الكريمه ديالنا واجده. النتيجه ديال طاقه ديال التفاح، شوف كيفاش تجي البنات، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. شو البنات اللمعان ديال الكريمه من الفوق كيفاش تجي، كتجي زوينه لدرجه ان اللي شافها تيسول على المكونات ديالها. شو البنات هيا عن قرب، حاولت ما امكن نقطع منها واحد لامورسو صغير. شوفوا البنات حاولت نقرب لكم الشكل ديالها واللمعان اللي تتعطي، كتجي زوينه بزاف. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. بالصحه والراحه البنات، كنحاول ما امكن اني نشارك معكم حتى الاسرار ديالي في نجاح لي كيك ولي طارت، خاصه هاد لا طارت حاولت ما امكن نشارك معكم الاسرار كامله البنات باش تكون نسبة النجاح 100%. بالصحة والراحة البنات، يلا البنات باي باي عليكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم.